في البصمه وبيطبقوا على حياتهم. انا باكد الرجال في ناس بيعملوا قوانين من خلال حياتهم من دون اي درجه قانون. قانون بسيط بقول اياه، اذا رحتوا على الخضار ووصلتوا الكيلون، اول شغله بتفكروا فيها شو؟ اليوم وين بدكم تركوا السياره؟ اذا فكرتوا ما فيش محل بتلاقوا فيش محل. بس انتوا تقولوا انا بدي اروح اركب وين ما اركب مره اترككم 90% تنجحوا. صارت معي انا ببرهن لاشياء لاولادي خاصه اني لحد الان كل مره اروح اضرب واقف شيء بنفس المحل. شو رايكم؟ مره صار انه بكره ايش المحل بوايش ممسوك، بتقول البنت وين كان امرك يا ابا؟ قلت لها عندنا 60. كانت الاول واحد صار قانون اللي يوصل قانون بالاكبر. يعني انت مثلا تتوقع يصير كذا، مش قلت لكم هذا مش شطاره؟ بصير انك لا تركب تروح على رحله، ولا واحد بقول لكم خلينا ناخذ معنا كواليس، بركي في واحد مثلا البطاريه خلصت. انت هسه شو سويت؟ عزمت اخذت هذا الموضوع حطيته قدامك ولا ايش؟ تحققوا. مش قلت لكم تاخذوا معكم كواليس؟ لو انكم قلت لكم كان صار معنا كذا. بس صار الاشي انت ايش؟ جذبتوا. هذا قانون سموه قانون جذب. اذا سمعتوا في كتاب اسمه قانون الكتاب الدرس سمعت عنه؟ كتاب حلو. هذا الكتاب بيحكي طبعا بيحكي ماك عن ناس نجحوا من حياتهم من دون ولا شيء، من صفر بدأ. يعني بحكي لكم قصه عن واحد اللي هو كان كاتب كتب، كان يعرض كتبه ليش؟ للناس ولا واحد يشتريه. وصل لاحباط، شو بده يسوي؟ يوم من الايام اجى بده يدفع فاتوره، اخذ ايش؟ الجزام ما بيكفيش الا 1 دولار. فات لاحباط بيكتب اكثر، شو بده يسوي؟ طول الليل ما نمش. أجاء إحاق من برا إنه يأخذ كلام ويكتب ورا الخمس إيش ورا الواحد خمس أصفار، صارت كأنه إيش 100,000 دولار. حطها بالسكين وصار كل اللي يرسل يقول أنا معاك 100,000 دولار. بعد أسبوعين بيجي إحاق يقول إنه إيش اعمل محاضرة بالكتاب وشو بصدر. فإيش راح من الفلاير وقف الناس أجوا على القاعة زي ما هي موجودة حوالي 600 واحد. أعطى المحاضرة، خلصت المحاضرة، شو النتيجة كانت؟ باع بالضبط ليش؟ 100,000 دولار. بتقول له مرته إذا بنجح الكلام زيد كمان سير. قال أنا دافع من حق كمان سير. بعد 4 أشهر عمل نفس المحاضرة، وهي المرة ولا واحد إيش اشترى كتاب، بس شو كانت المفاجأة؟ وقفت 6 اختيارات، بتقول له give you 1,000,000 دولار، أي 1,000,000 دولار وأعطيني قيمة ليش؟ كتب. تخيل شو نجح. فاليوم إذا بدي شان تعرفوا كديش قوة العقل عند الإنسان، قوة العقل إذا بتأخذ الذاكرة، شو الذاكرة؟ عبارة عن 150 إيش مليار خلية عصبية. في كل خلية في عنا في تسموها مليون سنابسز. شو سنابسز؟ عبارة عن شريط ذاكرة. في داخل كل إيش كل خلية وكل سنابسز في عنا إيش مليون خلية ذاكرة. شو كل ذاكرة الإنسان؟ مليون ضرب مليون ضرب 150. خير شو الإنسان؟ اليوم بتوقف قدام ايش؟ الكمبيوتر بتكتب مثلا فيلد، بكتب لك هناك لودينج او سيرش صح؟ بينما بقول لك في شو بتسوي طوال بتخيل، فتخيلوا شو مخيله الانسان قديش بقول طبعا ايش؟ بقوه عجيبه، جوا قوه غريبه. ومن هنا ناخذ قوانين، القانون الاول بيقول اللي هو اسف ناخذ بالاول دماغ بعدين انه في عندنا شقين، الشق الأيسر والشق الأيمن، كل شق إيش يختلف عن الثاني. اليوم اللي مثلاً بكتب بإيده اليمين، بسأل سؤال، كم مرة حاولتوا تفرشوا أسنانكم بإيده الشمال؟ أنا بجاوب ولا مرة. واللي بكتب بشماله كم مرة سبب غريب مرة ولا مرة. في هاي الحالة شو صار عنا؟ في عقل في حالة ثبات وعقل فعال. لذلك إحنا ما وصلش النجاح. النجاح هو إنك إيش تشغل العقلين بصير عندك إبداع. واليوم في ناس متعودين يكذبوا. الكزر شو بتساوي في الكزر؟ أرى شو بتساوي؟ بحركة اليمين والشمال، شو سويت؟ حركت العقلين. يعني كديش اللي هي عملية بسيطة جدا، ولكن ليش؟ بتحرك العقلين مع بعض، فبصير عندك إبداع. فاليوم العملية بسيطة إنك أنت مشين تحرك العقلين ولو مرتين في الأسبوع تمشي سنة في الشمال. ولو مرتين أو مرتين بثلاث مرات في الأسبوع تبلد القميص اللي في زرار وتغمض العينين، لأنه تغميض العينين عبارة عن إيش؟ تركيز. والتركيز عبارة عن إيش؟ إلغاء كل شيء حواليك. نأخذ القانون الأول. إذا قبل ما نفوت على القانون الأول، إذا بتلاحظوا في عنا هنا كل منطقة أو كل يعني شق له إيش مواضيع. بتلاقي إنسان مثلاً تم في التحدث، لبث في إيش في الحديث، ولكن عنده فيش خيال. الناس بعرفوش يتخيل. وكذلك طبعاً كل موضوع له موضوع.
فبناخذ القانون الاول. اسف خليني ابدا بقصه حلوه. القصه بتقول عن طالب اسمه تادي، في حدا اكيد سمعنا المعلمين. الطالب تادي بالصف الخامس، اجت المعلمه جديده على الصف وقالت عباره ان انا بحبكم كلكم بين قوسين بتكبر، وكانت تستثني طالب اللي اسمه تادي قاعد اول مقعد. كانت تتلذذ انها تاخذ الورقه وقت الامتحان وتكتب عليه اكس راسم. ليش؟ لان الطالب كان عنده طبعا اواعين مزقه بينات الدرس الى اخره. يوم من الايام طلب المدير او المديره انه يطلعوا المعلمه تطلع على كل سجلات الطلاب. خلت السجل بتاع ايش؟ تادي اخر واحد. اما خلته اخر واحد طبعا اتفاجأت انه معلم اللغه او معلم الصف الاول شو قال عنه؟ كان كذلك. تادي طفل ذكي ويتمتع بروح مرحه، انه يؤدي عمله بعنايه واهتمام وبطريقه منظمه. معلم الصف الاول كان معلم الصف الثاني شو قال؟ تادي تلميذ نجيب ومحبوب لدى زملائه في الصف، ولكنه منزعج وقلق بسبب اصابه ولده في مرض عضال. معلم الصف الثالث شو قال؟ قال كالاتي: انه تادي كان لوفاه امه وقع صعب عليه، لقد حاول الاجتهاد وبقي طبعا اقصى ما يملك من جهود، ولكن ولده لم يكن مهتما بهذا الشان. والصف الرابع شو قال؟ تادي تلميذ منطوي على نفسه ولا يبدي الكثير من عمله من الرغبه في الدراسه، وليس لديه الكثير من الاصدقاء. طبعا بعد ما قرات كل هالاشياء فاتت لها زي ما يقولوا فرنس وصارت تعيط معي. المفاجاه الكبرى كانت شو؟ انه في هناك في عيد معين اللي في العيد بيتعود الطلاب يجيبوا هدايا ليش؟ للمعلمين. فجاب هديه اللي اخذ عقود امه اللي عباره عن خرز كله مزيف، وكميه عطر اللي هي حوالي ربعها، حطها بصفوف وراح على المكان، اخذ كرتون ولفه وجابها للمعلمين. اما قدمها للمعلم كل الطلاب صاروا يضحكوا منه. طبعا سكت، ولكن المعلم شو سوى؟ بدها تعطي اعتناء خاص للطالب هذا. لبست العقود ورشت